ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اصحابي؟ انتوا عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا النهارده معانا لعبة بنك الحظ. انا هعلمكم ازاي تلعبوا. يلا بينا نشوف احنا هنلعب ازاي. اول حاجة في واحدة اسمها حاجة اسمها الزهر، احنا هنرميها كده. طلعت 6، هنعد الخطوات 1 2 3 4 5 6. طبعا بقى كل واحد هياخد من البنك كل واحد 1200 اهو واهو. طب بقى انا عاوزه اشتري بغداد. هنقوم فكين الالف، هنقوم واخدين منه الف طبعا 250 و500، ده كده كام؟ 750. نحط بقى الالف ونشوف دي بقى البلاد اهي، نفتحها ندور بقى على البلد. يلا نشوف بقى البلد. انا بعدين اهو نبقى ندور لقينا بغداد اهي. اللي بقى يقف عند البلد دي هيدفع لي 28 جنيه. لو انت بقى عاوز تعمل جراج هتدي للبنك 120، واللي هيقف عندك هيدفع لك 200 جنيه. طب والاستراحه بقى؟ الاستراحه انت هتعملها ب 600، برده كل اللي هيقف عليها هيدفع 600. فتعمل السوق ب 850، اللي هيقف عليه هيدفع 850. يلا بقى نشوف مريم هتلعب ازاي. العبي يا مريم. مش انا الاول هتروح للقدس. طيب لو هي عاوزه بقى تشتري القدس تدفع 300 جنيه. هتشتريها يا مريم؟ لا. ماهيش عاوزه تشتريها. ماهوش بقى انت تقول لا اشتريها؟ لا عادي. يعني لو نقول بعد هيك هدفع ولا هو اللي يدفع لي؟ 1 2 3 4 5. البحرين هشتري ايه؟ هدفع 100 واخد 10 لان هي بتسيب. وهدور بقى هنا بقى اهو. انا هي اللي معاها اكتر حاجه اهي. طيب لقينا البحرين اللي يقف عليها يدفع لها 15 جنيه. الجراج ب 60، اللي يقف عليه يدفع لي 80، الاستراحه ب 300، اللي يقف عليه يدفع لي 250، السوق ب 480، اللي يقف عليه ب 350. يعني انت بقى عاوز تعمل جراج او استراحه او سوق، اي حاجه من دي. يلا يا مره نشوف. العب يلا. انا مريم طبعا جالها 5، هتروح بقى عند بغداد تدفع لي فلوس. هنفك ال 100 جنيه دي من البنك اهي، وهناخد بقى نفكها. ناخد 5 من دي، ناخد 5 جنيه. انا هاخد بقى 28، هاخد دي دول والخمسه دي و3 جنيه، 1 2 3، وادي لها بقى الباقي. اتفضلي يا ماما. وكده يا اصحابي نكون استفدنا من اللعبه دي. وكده خلاص اللعبه انتهت. اشتركوا فينا قناة فور كيدز.